السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. سؤال يا شيخ الله يكرمك. وياكم. بعض المنتجات بيحطوا لها إعلان إنه هو حيصير عليها سحب وفي جوائز بهيدا السحب، هل يجوز شراء هاي المنتجات؟ منتجات غذائية أو أي شيء. هل أنت تشتريها من لاحتياجك إليها أم تشتريها من أجل السحب؟ ولا هي السحب شجعنا، انا مشتراته وهو منتج. لا يعني عذرا يعني مثلا انا ممكن اذهب اشتري مثلا مسحوق غسيل او صابون وبقدر الله يكون عليه سحب، فلا مانع من مثل هذا لانني اشتريت السلعه من الاصل لاحتياجي اليها، لكن اذا كنت اشتري فقط من اجل السحب لا تفعلي. طيب شكرا لك يا شيخ. الله يسلمك.